ننتقل بقى للنصوص او المقاطع اللي فيها الفلسات اللي انا قلت عليها. سامي سموه في قصيده بيقول انا الطيب، او قصيده انا الطيب صف 13 لو حد معاه كتاب وعايز يتابع، بيقول كاني مش بعيش الوقت، انا الوقت اللي عايش، كان الصبح مش ليا، كان الليل ملوش نهار، وديع في الحلم بتبعتر مع الاخبار. في قصيده ثير شايف صف 15 بيقول انا اهري مش من قله الافراح، انا اهري من الزيف، انا اهري من زيف الفرح في البحر، واقفه البيوت على الهوى طلع السما بالغيب. قصيده انقسام صف 19 بيقول انا الاب اللي كان شرعي بدمعي وفرحي والاحداث صبح دوري كبتبني بعيش جوه الحقيقه سراب، بعيش جوه الحقيقه سراب. قصيده ام الخير بيقول بيني وبينك وقت ما بنقول في مش في قصيده بدون انذار اللي هي موجهه للاب كان بيقول وكان البيت بيتعمر من الطيبه ومن بركه دخولك يا سند روحي، وكانت الدنيا جوه البيت بتترتب على صوره. قصيده السند بادئها استغلها زي ما قال الاستاذ عيدي الدكتور عيدي معلش عفوا بجزء صغير عن لسان الام بيقول ايه بس مدهوشة الحقيقه. ولا يتعوج لك حيل سوق دعوه، ولا يتعوج لك حيل، ولا يكسر لك ضهر، ولا تهدك الايام يا حبيبي يا ملك. السبب وداله وجميله جدا. طيب قصيده انا حي في انا حي بموت. يقول الموت زمن ممدود وانا حي فيكي بموت، جسمي انقسم نصين روحي بقت فيكي مسكيني تسكيني. قصيده سماح بيقول كان الرضا واقف يضحك ولما شفنا اتنين عاشقين بنجيب كفوفنا براح، طيب طبطب وقال طب بالراحه يمكن اللي فاضل منكم ليه؟ خديني في قلبك نادي قصيده ثانيه بيقول الدنيا دي بحر غويط غدار والموج القاسي بيشيل ويحط وانا قلبي سفينه وروحي دار، ازاي الحق لي في روحك شط وازاي الحق لي في وقتك ليل وانا زي الزهر عليل في الليل. قصيده ثانيه اديني قلبك غطا بيقول شفت الصباح مبتسم ابتسم شفت الليالي بديل. انا بتكلم عن الجماليات اللي بنفارقها داخل النصوص اللي بتتمتع بصياغه كويسه جميله وتكثيف عالي جدا، وتعد برضه صور لان انا زي ما قلت في الاول انه صور قليله داخل الديوان لكن في مناطق مدهشه. ازاي جاب ده بالرغم ان انا يعني محتجه على البناء الكامل للقصر. بيقول كمان في نفس القصيده اظن دي قصيده اديني قلب الغطا الليل بدين الاسى، بدين سمين الاسى، الليل بدين الاسى وانا روحي نحفانه اديني قلب الغطا الدفى فيه من البرد انا قلبي بيدي اكتفى. قصيده الدماغ بيقول روحي هنا دوري هنا في روحي ولملمي بروحي. قصيده الفراشه بيقول طرتي ابعد من خيالي والهوى كان شيء محال، رقصة المبتلى طبيت بنسبة هواكي لما طويتني طي، يا رقصة المبتلى بالعشق ده صبرك انا كنت نخل الحنا لما طلع حبك. قصيدة الوسواس قصيدة الوسواس بيقول الوسواس ظل فايت فوق رموش الامنيات. في قصيدة مراجيح دنيا وحدات وياها وبتعافر زمن الكافر لكن ولا سكة الدين للآخر. قصيدة خطوة بيقول في عينيكي حبة غنى وفي قلبي حبة دمع والدنيا من ده وده يا ريت تبدليني. بقطع تاني نفس القصيدة بيقول واقفين نعدي الطريق والشارع مقفولة وأنا كنت طير خايف قلتيلي بيك قولا. قصيدة
سيدي اللي انت فاكره لما اول مره شفتك قمت متصبر مكاني وانت ثابته عند ركني، كانت عينيكي تبوس عينيا، كانت عينيا تلاغي خدي. قصيده لسان النار. وفي قصيده لسان النار هو اختلف مع يعني في الفكره عن القصيده اللي بدا فيها الديوان في قصيده هويه. ففي قصيده لسان النار بيقول لا انا شاعر ولا فنان، عكس اللي قاله في اول النص اللي استهل بيه الديوان بتاعه وراح قايل مش غرور اني حاسس اني شاعر. في قصيده عوده برضو يا رب اخر دعوتي صفي السما تاني واطرد غيوم الاسى من قلب بيعاني شدوا الهوى للهوى رجعني كن فاكون. قصيده توبه اللي ختم بيها الديوان لقيت على الابواب بفتح لي غير بابك خدي اليك ضمني يا رب للعبدي. بدايه من يعني انا هنفوت بتاع مثلا 15 او 10 اول كده اللي كان فيه شويه مشاكل معايا انا في الطلاق خلاص، وبعد كده هاخد مساحه من القصائد اللي كانت الصفه العاليه فيها انها متسقه جدا ناحيه الموسيقى، وكانت الموسيقى سرقاء قوي يعني زي ما قلنا احنا متفقين انه القصائد كلها غنائيه، ولكن بدايه من هنا الجوال كان بيجري لوحده على ايه. عشان كده كنت معتمد على ان انت قدمت في المجموعه دي. كان نفسي لو ان انت شلت اصلا القصائد دي او انكتبت رابع كده بحيث انها تكون خاصه انها لا تخدم المواضيع الجميله اللي انا اتكلمت فيها في الاول. طيب اقول ده واقول ده. هتكلم عن النقطه اللي انا قلتها في الاول عن انه ازاي لو في مثلا نص او اثنين كان الشاعر يبدا النص في اتجاه وبعد كده اكتشف مع السياق اللي انا ماشيه بيه ان انا ختم القصيده في اتجاه ثاني. انا بس عايزه اثناء المراجعه ان الشاعر ينفصل عن القصيده بتاعته، يعني نسيبها شويه نسيبها كتير، كان شهر ننساها تماما ما اقراهاش ما اكررهاش على ذهني بحيث ان انا يحصل لي انفصال تام عن الحاله الشعوريه اللي انا كتبت فيها، فلما اجي وراها تاني اقدر اقيمها بعين ناقد مش بعين الشاعر اللي كتب، لان انا طول ما المعنى اللي انا عايزه في حاضر في ذهني انا